السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن راح نحل هاي المسألة الرائعة. نبلش كالآتي، تحكي لنا المسألة هاي إنه let n تمام let n be a positive integer تمام show that square root of n is rational if and only if n is full square i.e. there exists a positive integer k such that n equals k square. لاحظوا هنا جملة if and only if. تمام، نبلش شغلنا. نبلش بالاتجاه الاسهل اول، يعني هو انه اف ان يساوي كي تربيع. تمام، لاحظوا الكي مش احكي لكم there exist a positive integer كي زي ما مكتوب، يعني كي positive كي اكبر من صفرين. تمام، then جذر كي تربيع يساوي مطلق كي يساوي كي. ليش حطيت مطلق كي؟ لانه الجذر دائما جاوب موجب، وليش شلت المطلق؟ لانه الكي موجب، يعني ككتاب صارم من الاشياء، يعني ينتمي لكيو اكيد. ليش؟ لانه الكي بوزيتيف انتجر. هيك خلصنا الاتجاه الاول. هسه الاتجاه الثاني، خلينا نفصل بخط. هاي الاتجاه الاول خلصنا، يعني حلينا من اليمين الى اليسار. يعني فرضنا انه ذلك ليس بوزيتيف انتجر كي ذات انه يساوي كي تربيع، هذا فرضناه. بعدين اثبتنا انه الجذر ينتمي لكيو. تمام، طبعا تذكروا الناتشورال سبست من كيو، الكي موجوده في الناتشورال معناتها موجوده في كيو، يعني عشان هيك احنا شغالين بهالطريقه هاي. هسه الاتجاه الثاني خلينا احله بالاخضر. ماشي، هسه اسيوم جذر الاثنين ينتمي لكيو، معناته there exists k b بحيث انه جذر ال n يساوي k على b and gcd k فاصلة b يساوي 1. تمام، هسه نربع الطرفين، يصير عندي n يساوي k تربيع على b تربيع، يصير عندي n b تربيع يساوي k تربيع. ماشي، تذكروا هذا تبعنا، هذا تبعنا نوصل انه انه يوجد k بوزيتيف بحيث انه n يساوي k تربيع، هذا هو الهدف تبعنا. ماشي، بناء على الهدف تبعنا ايش يعني يكون بدي اثبت؟ اثبت انه بي تساوي 1، هذا الهدف تبعي عشان اثبت انه انت تساوي كي تربيع. يعني ماشي، نبلش شغلنا. هسا اذا بالتناقض راح نشتغلها، يعني تمام، اف بي از جريتر ذان 1. وهسا هون راح نشوف انه ليش هذا التطبيق على الفندمنتال ثيورم اوف اريثمتيك. مش انا فرضت انه بي اكثر من 1، معناته يوجد برام يقسمها. ذير اكزيست، يعني نكتب باي فاندمنتال، بس خلينا نكتبها كابيتال لانه نظريه، خلينا نكتبها كابيتال باي فاندمنتال، او يعني انها اسم نظريه، يعني فاندمنتال ثيورم اوف اريثمتيك. عندنا ايش؟ طبعا مش شرط انه نكتبها، يعني بقصد انها كثير بديهيه بجوز تعتبر، بس يعني هي كتبتها من باب رتابة الكتابة. There exists a prime b such that b divides b. مفهوم كيف؟ لأن b أكبر من واحد. طيب هسا بس لاحظوا عندنا شغلة، إذا هي تقسم b معناتها تقسم أيضا b، تقسم مين؟ تقسم n b تربيع اللي هو يساوي k تربيع. شو معنى هذا الحكي؟ معناه إنه البي تقسم k تربيع، والبي تقسم كي تربيع تؤدي انه بي يقسم كي، وهذا الحكي يعني محرم دون نمبر 3. ليش محرم؟ لانه الجي سي دي كي بي يساوي 1، يعني صار، يعني هسه تعرفوا ايش صار عندنا احنا؟ صار عندنا بي تقسم البي اند بي تقسم الكي. تعرفوا معنى هذا الحكي؟ معناه انه البي يقسم الجي سي دي تبعهم، بي يقسم جي سي دي البي كي يساوي 1، يعني البرايم يقسم الواحد. شايفين ليش انه محرم؟ كونتراديكشن، يعني البي تساوي 1، وهيك حققنا هدفنا النبيل المليء بالخير، انه الان تربيع تساوي، مش الان تربيع، الان بقصد، يعني صار عندي، ثواني اكتبها كويس، صار عندي ان تساوي كي تربيع كما هو، كما نرجو. يعني مش هو كان عندي ان بي تربيع تساوي كي تربيع، بي تساوي 1 معناته ان يساوي كي تربيع. هيك خلصنا. لكن كيف خلصنا هذا الاسباب؟ مسألة كثير رائعة هاي، الله يعطيكم العافية، اللهم صل على سيدنا محمد.